معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. ألف مليون مبروك يا أستاذ أحمد. الله يبارك فيك كابتن كريم، ربنا يخليك، وألف ألف شكر على يعني الإفادة، وعايز بجد يعني أهدي الفوز ده للعيبة الرجالة اللي عملوا مباراة العمر النهاردة، ويمكن هو البنالتي الغير مستحق استفزهم فخلاهم يطلعوا أحسن ما عندهم، وفعلا اثبتوا في الشوط الثاني ان الزمالك عنده لعيبه كبار قوي قوي، ولما بيحطوا في دماغهم او بيركزوا بيقدروا ان هم يقدموا اداء عالمي محدش بيقف قدامهم. يعني شعرنا واحنا بنتفرج على المباراه يا استاذ احمد انه الحافز عند لاعبي نادي الزمالك كان يبدو اكبر والتركيز اكبر في هذه المباراه، ايه السبب من وجهه نظرك؟ بص والله الشحن يعني اللعيبه كانوا يعني في حماس غير عادي مع بعض ان هم يحققوا الانتصار والبطوله دي في بدايه الموسم، وهي رساله ان فعلا الزمالك عنده فريق قوي جدا. يعني يمكن جمهور الزمالك دايما عايز الفريق الافضل طبعا، لكن هو فعلا الحمد لله الفريق قوي. وخليني معلش هستاذنك اهدي الفوز بجد بجد لكابتن حسين لبيب. اتفضل. الراجل تحمل ما لا طاقه لاي حد انه يتحمله. صحيح. الراجل تحمل ضغوط ماديه ومعنويه ونفسيه ورياضيه وكل حاجه تتخيلها بمنتهى الشجاعة، ومن وراه مجلس إدارة كل واحد فيه قام بدور يعني بطولي. فالناس دي اتظلمت في الفترة اللي فاتت إعلاميا، وتخيل أو يعني البعض تخيل إن هم مقصرين، لكن فعلا الناس دي قامت بدور عظيم وكل واحد فيه قام بدوره، وده النهاردة جزاء ربنا أو يعني مكافأة ربنا ليهم، مكافأة ربنا للعيبة، مكافأة ربنا للجهاز الفني الجهاز الإداري، مكافأة ربنا لناصر منسي. يعني ناصر منسي أكيد تعرض لضغوط من السوشيال ميديا، ناصر منسي لعيب كبير لكنه ممكن في ماتشات ما كانش موفق فيها، اكيد اللي حصل النهارده ده عوض وكرم من ربنا ناصر منسي. لو تسمح لي يا استاذ احمد للمقاطعه، ناصر منسي كمان كان واحد من الاسباب اللي تعرض بسببها مجلس الاداره للانتقاد، انت ليه ما بعتش ناصر منسي؟ طبعا. فالنهارده كمان اتفضل انتقادات غير عاديه، وده حق الجميع. يعني النهارده الجمهور من حقه دايما، فرق البطولات اللي زي نادي الزمالك بيبقى جمهورها دايما لا يقبل غير البطوله. صحيح. لكن الظروف يعني اصعب مما اي حد يتخيل، ظروف ماديه وظروف مشاكل قديمه ومشاكل سابقه ومستحقات لعيبه وضغط في الصفقات، لكن الحمد لله المجلس قدر ان هو يعني يحقق ما وعد بيه، ولسه ان شاء الله القادم افضل باذن الله. عايزك تقول حاجه لجمهور نادي الزمالك النهارده كالعاده مميز، وكنت بتكلم عنه من فتره وهو في الدوري والدوري محسوم او خلص يعني، ورغم كده كان بيبقى موجود دايما في المدرجات. اعظم جمهور في الدنيا، عايز اقول لجمهور نادي الزمالك النهارده البطوله دي اللي يستحقها اولا هو جمهور نادي الزمالك اللي تحمل وكتير وفضل ورا فريقه ايا كانت النتائج. اعظم جمهور في الدنيا جمهور نادي الزمالك بلا منازع. ألف ألف مبروك للجمهور أولا. وعايز أقول للعيبة بجد الشوط الثاني لفريق الزمالك النهاردة، أقسم بالله أنا لولا أن أنا ما شفتش ماتشات الزمالك من 1911 كنت قلت أن ده أعظم شوط ثاني في تاريخ نادي الزمالك. اللعيبة كان واضح أن هي يعني عندها حماس غير عادي بسبب ضربة الجزاء غير المستحقة كوميدية. يعني عايز أقول ضربة الجزاء لا ترقى حتى الفاول أو لأي قرار إداري، ولكن ده استفز اللعيبه وخلاهم يظهروا مستواهم الحقيقي في الشوط الثاني وقدموا مباراه العمر. وكنت متاكد في الشوط الثاني ان ربنا هيكافئهم على مجهودهم، وكلهم كانوا نجوم فوق العاده. الناس اللي كانت بتقول انه الزمالك الطرف الاقل في هذه المواجهه قبل المواجهه، انه الزمالك صعب يكسب النادي الاهلي، رايك ايه؟ اعتقد اللي شاف المستوى النهارده شاف مستوى فريق الزمالك، وان هو يقدر يكسب يعني اي مع احترامي الفرق كتير قوي. فريق الزمالك حاليا مكتمل الحمد لله فنيا بفضل التدعيمات وبفضل لعبته، وده واضح فنيا النهارده ان الزمالك لا يعني لا يقل الا ان يكون هو احسن فريق بيلعب كوره في مصر حاليا. استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والف مليون مبروك مره اخرى فوز نادي الزمالك اليوم بالسوبر الافريقي عن استحقاق وجداره.